ما تجيبي له يا بنت عيلين كمان اللي هي بنت بالعيال. اغلبي الراجل. امتى بقى البلد تنضف من الاشكال اللي ما هي اشكال؟ المهم زي ما بقول لك كده. انت بتلقحي على مين يا وليه انت بالكلام؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا بنت انت ولا يا وليه ولا صفتك ولا نعتك ايه بالظبط؟ فيكي ايه؟ انت كل ما تعدي على الدار كده وتلاقيني واقفه مع حبايبي واصحابي النار تقيت فيكي؟ مالك فيكي ايه؟ يا وليه انت؟ يا وليه انت ما تلايميها يا وليه؟ لايميها كده وقفي عي وجه واتكلمي عدل. اتكلم عدل؟ جرى يا بنت منك ليه؟ ما تتكلمي عدل يا بنت؟ عيب ده انت بتتكلمي مع السفيره عزيز. سفيره عزيزه قال يلا يلا. بقول لك ايه يا وليه انت؟ تصدقي وتامني بمين؟ لا اله الا الله. انت وليه عايزه تتربي وما كفاكيش اللي اتعمل فيكي المره اللي فاتت ولازم تتضربي بالشبشب تاني. يا اختي هي حمديه غلطت في ايه يعني؟ تكونش عبيت في صاحبه العفه. بلاش بلاش تعوموا على عوم احسن لكم بدل ما تاخدوا بنفس الشبشب. بلاش. مين اللي عايز ضرب الشبشب يا بيت؟ دول الستات دول ولا انتي اللي سمعتك باظت بره البلد؟ يا بنت تلمي نفسك لمروشك اكلك امسح بك التراب يا بنت. تصدقي يا وليه انتي؟ اصل ضرب الشبشب ده كيف وانتي شكلك المره اللي فاتت عجبتك وعايزه تتكيفي تاني واني بقى اللي هكيفك. يا سلام طب تعالي لي يا فاطمه. انتي يا بنت الكلب. اوعي يا وليه يا وليه يا بنت الكلب تسوي ودي المريض يا وليه. عارفين يا بلد الكلاب لو واحده فيكم فكرت تجيب اسم فطمة على لسانها وديني ام عبد وديني ام عبد كمان مره لك ونقطعه لها من اللي خلفها. يا بلد الكلاب يا بلد الكلاب يا اللي ما فيكيش راجل ورا ماري وديني ام عبد لو اوريكوا الوش التاني لو اوريكوا الوش التاني يا بلد الكلاب. يعني انت يا بنت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ ابو العيله طلق فاطمه بصحيح؟ ايوه يا ست زي ما بقولك كده. عيني عليهم الناس كانت حاسداهم على شويه الحب والاخلاص اللي كان بينهم. طب ابو العيله راح فين دلوقتي؟ يكونش يا بنت راح للشيخ محمود؟ لا حسان اخده يقعد عنده لحد ما يهدى ويروق كده. طب اسمعي يا بنت انا عايزاكي تروحي لابو العيله وتقولي له ان الست راوي عايزاك ضروري. ايوه خير عايزاه في ايه يعني؟ يا بنت وانتي مالك؟ نفذي الكلام اللي انا بقولك عليه. انا مش قصدي، انا قصدي يعني انه اكيد هيسالني كانت عايزاني في ايه؟ اقول له انا ساعتها ايه؟ قولي له ما اعرفش، قولي له علم علمك، المهم انك تقولي له ان انا عايزاه. اوف منك. وبعدين وانتي راجعه عادي على الجزار منصور، وقولي له ان انا عايزاه هو كمان. لو انتي ناويه تذبحي وتعملي ندر تاني يا ست؟ ده انا هعمل ندر كبير قوي. المره دي انا مش هذبح خروف، ده انا هذبح عجل. العواف يا حفيظ. اهلا يا علوان، خطوه عجيبه. كل عام وانت بخير. اتنين شاي يا بنت يا فاطمه. اهلا يا علوان، كل عام وانت بخير يا عتمان. انت بخير يا اخويا. يعني كنت عايزك يعني في موضوع بيني وبينك يعني. اوي اوي، اتفضل اقعد. خير؟ خير ان شاء الله. بقى ربنا الف كتابه الكريم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وخلصت الكلام يعني أنا عايزك تسعى كده وتتجدع عشان ربنا يكرمك بعيل ولا اتنين أو تفرح بيهم وإحنا كمان نفرح وياك. إيه؟ ما هو كله على الله يا علوان، إحنا يعني في إيدينا إيه ما عملناهوش؟ إيه؟ لا في إيدين. شرع الله حق لك إن أنت تتجوز بدل الواحدة أربعة. أهو بدل الحفيظة دي اللي قادلها فوق العشر سنين وياك لا جابت عيل ولا تايل. انت قلت ايه يا علوان؟ قلت تتجوز يا عتمان اهو تجرب حظك مع واحده تانية وتكون بنت حلال كده. يعني حاسس كده يعني يا عتمان بقول الله ان ربنا هيكرمك اخر كرم وتخلف. ايه ده بقى يا علوان اللي بقول الكلام ده؟ انا مش مصدق. صدق يا ولي انا اول مره احس ان انت اخويا وابن امي وابويا بحق وحقيقي وبتحبني وخايف على مصالحي. ده لو انت كان عندك شك في كده ولا ايه يا عتمان؟ لا انا يعني قلت ان انت يعني جاي تقول كلامك الخايب بتاع كل مره دي، لكن المره دي انا حبيتك يا ولد. صدق يا ولد
انا كنت عايز اشور عليك في الموضوع ده، بس يعني كنت مستني الوقت المناسب. لكن انت عليك اخس، عايز تشاور في ايه يا عثمان؟ برايي يا ولية، انت بتتصنطي علينا بقى، ده اسمه كلام برضه؟ لا ما اسموش كلام، لكن اللي اسمه كلام بصحيح الكلام الخايب اللي طالع من اخوك العايب. يا حافظ انا قصدي اقول له يعني انت تسكت خالص يا دلدول مراتك يا اللي امها بتبيع الدود في السوق ومالكش صالح باللي بيني وبين جوزي، انت سامع؟ مراتك باين عليها كده اتخبلت يا عثمان. ايوه اتخبلت، ابعدوا عني بقى. رايي يا ولية، ما تتمسي بقى وتقولي يا ميسي. عايزني اتمسى؟ حاضر، اقول يا ميسي، لكن وحيات ده لا وريك انت واخوك. ليه كده؟ ليه حرام عليكي؟ الف سلامة، الف سلامة يا اختي، سلامتك الف سلامة. ايه ده؟ معلش معلش. خوري يا بني على جوه، خوري. ليه كده؟ ما تبوس ايديا يا اخويا احسن، والنبي لا تبوس. حرام عليك، حرقت ايد البت بالشاي السخن ده. ليه كده؟ ليه؟ حنين. ربنا يهديكي، ربنا يهديكي ويبليكي ويجيلك ابو الزقزيق وتقعدي تزقزقي كده طول الليل والنهار. زي زق 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 زي زق زق زق، مش عارف ايه دي، بس يعني يا رب يحصل لك. انت يا بنت يا فاطمه. يا حفيظه، حفيظه انت يا ست، يبقى انها مش هنا. يا فاطمه، بطه انت يا بنت، ايه دي؟ مفيش حد في الدار ولا ايه؟ يا غفير، يا حسان، انت يا زفت. ايوه ايوه، نعمان يا حضرة العمدة، يا صباح السعادة، كل عام وحضرتك طيب. فين ستك حفيظة يا ولد؟ يا ست حفيظة دي خرجت من بدري، ما هو موسم، كل عام وانت طيب، راحت تزور اخواتها. والشغالين راحوا فين داهية؟ الست حفيظة برضك صرفتهم يروحوا يعيدوا مع عيالهم، ما هو بقى عقبال عندك كله هيرجع اخر النهار ان شاء الله. ايه ايه؟ والدار فاضية كده مفيهاش حد، مين بقى يعمل لي فطار؟ اسمع يا عادي حسان، تروح اوام كده بالعجل تجيب البت فاطمة كده حالا في التو والحلو بسرعة واجري يلا. اجيب مين؟ الترش ياد ولا ايه؟ اجري روح هات البت فاطمة وبسرعة، وانا مستني اهو، انت لسه ما جيتش، انا عايز افطر. طيب حاضر حاضر، كل عام وانت طيب. وانت طيب يا اخوي. ايوه كده، يبقى عيد مجيد سعيد فريد من نوعه. ايوه ايوه كده. وتعالي لي يا بطي، واني واني مالي هي، شيلي لي الشنطه، واني واني مالي هي، والشنطه خفيفه، واني مالي هي، الواد حسان راح ينده لي هي، وحفيظه مشيني ويبقى لوحدينه، وياك ما ترجع عربية تصيه.